موضوع الأبنية للأمانة، يعني هذه السنة الأولى أكو اهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء. هو أكو كان كلام عن أنه 10,000 مدرسة مخطط لبنائها، تمام لو لا؟ مو أنا راح أحكي لك على التقسيمات، يعني أكو قسم من عندها بالقرض الصيني، قسم من عندها البنك الدولي، قسم من عندها القرض الكويتي، قسم من عندها الاتحاد الأوروبي. طيب. هي بالتأكيد أكو مجموعة كبيرة من منظمات دولية أو أيضا مع المحافظين مع وزارة التربية أكو همة، يعني بصراحة بس أنا أريد يعني خلال السنوات القادمة بإذن الله أعتقد يعني تخفف نسبة هذا الضغط. يعني ما تقدر تنطيني أرقام على الأقل بالسنة الجاية؟ إحنا نتحدث، أريد يعني نتحدث عن نهاية عام بداية عام. السنة الجاية إيش قد عندكم تقدرون تفتحون مدارس؟ أكثر من 300 في عموم العراق، اي يعني عدا خطه تنميه الاقاليم من المحافظين. هاي ال 300 من ضمن الصيني؟ من ضمن الصيني. من ضمن الصيني؟ لا صيني واحد، صيني العفو ألف مدرسه. اي يعني راح نبدا ان شاء الله خلال الثلاث اشهر القادمه. نسبه الانجاز وصلت لاكثر من 80% في بعض المحافظات، ان شاء الله خلال الاشهر القادمه سيتم استلامها.